السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ شيماء عبد الغني. هنعمل مع بعض النهاردة صينية البغاشة المسائية بقى بالشربات زي ما انتوا شايفين، بالرقات الجميلة بتاعتها دي. هنشوف ازاي بقى النهاردة هنعملها. شايفين هي لسه سخنة طبعا، وانا مطلعاها لسه من الفرن، يدوبك سقيتها بس بالعسل وبوريها لكم. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. في بولة هنحط حوالي 3 كوبايات دقيق، ادي الكوباية التانية، وادي الكوباية التالتة. هحط بقى عليهم شوية ملح، رشة ملح كده، ومعلقة سكر، هحط معلقتين سكر، وشوية زيت، وهبتدي بقى أعجن بالمية. عجينة تبقى طرية معايا، كل ما هحتاج مية بقى هعجن، هحط مية وهعجن. زي ما انت شايفين كده ابتدت تلزق معايا، زي ما اتفقنا العجينة لما تبتدي تلزق معاكي كده مبتبقيش عارفة تخلصيها من ايدك، تحطي شوية زيت وتكملي عجن عادي كده. خلاص عجنتها ودهنت وشها بالزيت زي ما انتوا شايفين، وهغطيها على جنب بقى واسيبها ايه ترتاح شوية. هجهز بقى الشربات عشان يبرد ويبقى بارد معايا لما اخلص كل اللي انا بعمله. طبعا بتحطي الشربات العادي، بتحطي كوباية سكر عليها كوباية مية وعصرة نص ليمونة. معايا هنا هستعمل زبدة صفرة، وادي العجينة بتاعتي موجودة اهي. هبتدي بقى افردها على الترابيزة وهدهنها بكمية الزبدة دي، او اوزع عليها حتة الزبدة اللي موجودة عندي دي كلها. هوريكم ازاي هفردها كده. هتفرديها بقى بإيدك، هتفرديها بالنشابة، بالفرادة، أي حاجة يعني، المهم تفرديها. أنا هنا مسكت بقى الفرادة كده وابتديت أفردها بيها. شدي بقى معاكي العجينة كده طرية خالص زي ما انتوا شايفين، وبتتشد معاكي بكل سهولة. تمام، هبتدي بقى امسك سكينة وابتدي اقطع الزبدة اللي عندي دي وارصها على وش العجين. عايز تدهني بيها مفيش مشكلة، لكن انا هقطعها عشان انا هقفل عليها العجينة دلوقتي زي ما هوريكم. هبتدي بقى اقطعها شرايح كده بالسكينة وارصها على وش العجين. الخطوة دي بتبقى مهمة وأساسي في الوصفة دي الزبدة. الطريقة بقى دي عايزة شوية صبر، لأننا بنفضل نفرد العجينة ونفردها ونجمعها كذا مرة علشان تعمل معانا طبقات أو تبقى مورقة، فلازم يبقى عندنا شوية صبر. شوية هقفل بقى العجينة كده بتاعتي على الزبدة اللي انا حطيتها، اقفلها كويس قوي. ممكن تقفلها زي الظرف عادي، انا هقفلها هنا زي الظرف قدامكم. تمام، لان انا هبتدي افردها، هسيبها ترتاح شوية وهبتدي افردها تاني. قفلي بقى عليها كويس قوي عشان ما تطلعش بره العجين. خلاص قفلتها،
هقلبها بقى على الناحية التانية واسيبها ترتاح شوية، وبعدين افرد فيها تاني. قلبتها ومفروض بقى تسيبيها مثلا ترتاح بتاع 5 دقايق كده ولا حاجة، وتبتدي تفرديها تاني. تمام، سبتها ارتاحت شوية وهبتدي افردها بقى. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الهوا اللي جوه ده او الفقاعات اللي بتظهر معايا دي، هي اللي بتتورق العجينة وبتخليها حلو كده. العينة بتاعتك مرتاحة قوي وسهلة الفرد. انا بفردها اهو بكل سهولة، بس واحدة واحدة عشان الزبدة ما تطلعش مني من العجين. فردتها، هتنيها زي ما انتوا شايفين كده. هتني من الطرف ده وهتني الطرف ده، هلم بقى من ناحيه، من ناحيتين، الناحيه دي ومن الناحيه دي. الهدف بقى من الموضوع ده ان انا عايزه اعمل طبقات في العجينه نفسها، علشان بقى سهل الموضوع معايا. هبتدي اقطع بقى العجينه زي ما انا عايزه، اقطعها كده على قد الفطيره البغاشه اللي انا عايزاها، على قد الحجم اللي انا عايزاه، لان طبعا احنا هنسيب الحته دي ترتاح على جنب، وهنبتدي برضو نفردها بنفس الفكره، نفردها ونجمعها. بصوا، هي ابتدت تعمل طبقات ايه بسيطه اهي زي ما انتوا شايفين. هسيبها برضو ترتاح 5 دقايق ولا حاجه، هقطعهم الاول واسيبهم يرتاحوا بتاع 5 دقايق، وهبتدي امسك بقى كل قطعه لوحدها و افردها واجمعها كذا مرة، حوالي 3 مرات ولا حاجة، بحيث تديني طبقات كتير. بتقطع هي معاكي بكل سهولة بالسكينة، وتحطيها بقى على جنب ترتاح. موضوع على فكرة سهل وبسيط ومش معقد ولا حاجة. والنتيجة هايلة ان شاء الله هتعجبكم. خلاص انا قطعتها اهي. على فكرة ممكن تقطعيها اصغر من كده، يعني لو حابة تقطعيها اقل من كده مفيش مشكلة، انا مقطعها كبير. ولو حبيت اقطعها حتت صغيرة تاني هقطعها، مش مشكلة برضو. قطعيها بقى بالأحجام اللي انت تحبيها، وسيبي بقى العجينة ترتاح على جنب، وبعد كده هنبتدي نفرد كل حتة لوحدها. شايفين؟ هاخد بقى أول قطعة كده، أحط شوية زيت، الزيت بيسهل معايا الفرد. أحط بقى شوية زيت من تحت، وممكن كمان على الوش من فوق. لما احط زيت من تحت ومن فوق بتتفرد معايا بسهولة. بصوا، تتفرد معايا بكل سهولة، ممكن بايديا ممكن برضو بالفرادة عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كده تفرد معاكي بكل بساطة، بشويش برضو بالراحة على العجينة. زي ما قلت لكم، الفقاعات اللي فيها دي هي دي اللي بتعمل الطبقات، وبتبقى العجينة بتاعتك مهضومة صح ومرتاحة كمان. فرديها بقى على الآخر خالص لغاية لما تبقى رقيقة معاكي، وهتبتدي برضو تجمعيها تاني. هنشوف بقى مع بعض ازاي هنجمعها برضو بنفس الشكل كده، نقدني من ناحيتين على بعض كده. بصوا، جمعوها بأي شكل من الأشكال، المهم تديكي طبقات. شايفين؟ اهو
انا جمعتها على بعضها وهقفلها، هقفلها تاني على بعضها وبرضو هريحها على جنب 5 دقايق كده ولا حاجة، وابتدي اشتغل فيها تاني. اخد قطعة تانية وابتدي افردها بنفس الشكل اللي احنا شفناه مع بعض بنفس الطريقة. هنبتدي بقى نسرع الفيديو شوية عشان ما يبقاش الفيديو طويل علينا. فردتها وجمعتها وحطيتها على جنب ترتاح. نفرد واحدة كمان كل ما العجينة ترتاح معاكي كل ما تتفرد بسهولة معاكي، زي ما انتوا شايفين كده بتبقى ناعمة معاكي خالص وبتتفرد بكل بساطة. دي بقى اللي هي الأولانية اللي انا كنت مريحاها، فردتها فردة ثانية ولمتها. احنا بنعمل مع بعض واحدة على اساس نشوف احنا فردناها حوالي 3 مرات ولا حاجة، والباقي كله هنعمله بنفس الشكل. طبعا هنا الطبقات مش باينة في الكاميرا قوي بس هي عاملة طبقات كتير، فانا هحاول افتحها لكم دلوقتي، هفتح لكم واحدة من النص بالسكينة عشان اوريكم الطبقات اللي جواها. هقسم بقى دي نصين عشان تبقى فطرتين، وفي نفس الوقت هوريكم الطبقات اللي جوه. احنا فردناها هنا كده 3 مرات، تعتبر كده 3 مرات. عايز تفردي اكتر من كده عندك صبر تفردي اكتر من كده، كل ما هتفرديها وتجمعيها هتديكي طبقات كتير. شايفين الطبقات عاملة كذا طبقة من جوه؟ شايفين. هجهز بقى صينية ولا حاجة وهرصهم فيها. اوريك واحدة تانية من اللي انا فردتها قبل كده وهبتدي برضو افردها تاني واقسمها بالسكينة من النص، واوريكم برضو طبقات بتبقى عاملة ازاي. كل ما تديها فرد اكتر تفرديها كذا مرة كل ما تعلي معاكي الطبقات. زي ما انتوا شايفين برضو اهي، هفردها بقى فردة بسيطة كده وهقسمها من النص عشان تعملي فطرتين او قطعتين بواشة. اهي برضو هوريكو برضو الطبقات اللي في النص بتبقى عاملة ازاي. كل الفكرة ان انتي بتفرديها وتلميها وتجمعيها كذا مرة علشان تديكي، شايفين الطبقات بقت عاملة ازاي والزبدة باينة جواها. واحدة كمان يعني كل واحدة عطتني 2. شايفين الطبقات؟ دهنت بقى صينية شوية زيت او حتة سمنة ورصيت بقى. هما عملوا معايا صينيتين زي ما انتوا شايفين كده، رموا معايا كذا يعني عملت معايا كذا قطعة بصراحة، يعني ما شاء الله رمت معايا فوق مثلا 10 فطاير او 10 قطع. دخلتهم بقى الفرن وسويتهم كويس قوي على نار هادية لغاية لما استووا من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين. وطبعا كنت مجهزة السيرب او العسل بتاعي، واول ما طلعوا بقى من الفرن سقيتهم على طول وهم سخنين كده. انا خرمتهم كده خرم صغنن من النص بالسكينة علشان يشرب من جوه، كمان بيقعد بقى معاكي في التلاجة ده يعني تاني يوم كمان لما بيقعد في التلاجة وبيسقع بيبقى طعمه أحلى. زي ما انتوا شايفين كده هاخد بقى حتة كده وافتحها لكم كمان من النص، هي لسه سخنة بس هاخد واحدة وافتحها كده بقى من النص ونشوف. شايفين وانا بنزل عليها السكينة بتتكسر معايا ازاي؟ جميلة جدا بصراحة، تحفة يعني، مورقة جدا. يا رب فيديو النهاردة بقى يكون عجبكم، ما كنش طولت عليكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.